في هذه الأيام المباركة وهذه الذكرى العطرة، ذكرى ميلاد نور البشرية سيد الخلق، تأتي احتفالية صلة بالمولد النبوي الشريف بتكريم فضيلة العالم الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء كشخصية العام، وسط حضور كبير للعلماء وأشراف مصر والسعودية. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيق بأن نحتفل به كما كان يصوم يوم الاثنين من أجل أنه يوم ولد فيه، أن نحتفي به في كل أسبوع مرة. ولما دخل المدينة دخلها في 12 من ربيع الأول. هذه الاحتفاليات تشعل الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والارتباط به والشعور بأنه ما زال فينا، متحققين بقول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. فلا بد للمسلم تكون حياته كلها تعلق بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو النموذج للإنسان الكامل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. في الواقع إن حضور سماحة العلامة المفتي الشيخ دكتور علي جمعة وافتتاحه لمعرض آثار ومقتنيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك تكريمه هذا اليوم، هو يعتبر إضافة كبيرة لأعمال خدمة السيرة النبوية، لأن سماحته هو من العلماء العاملين والصادقين والذي يستحق أن يكرم في مناسبة تختص بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من العلماء الذين خدموا تراث الأمة، فهو جدير بذلك. في حب رسول الله قل ما شئت، وفي ذكرى مولد الحبيب امدح كيفما شئت. فقرات إنشادية وابتهالات جاءت بها الاحتفالية، بالإضافة إلى فيلم تسجيلي حول المدينة المنورة. هي ثلاثية محمدية، المسجد النبوي الشريف تعرفنا عليه في الفيلم الأولاني، الفيلم الثاني السلام عليك يا رسول الله، مقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم اللي حضرتكم شفتوها في المعرض ده، عملناها فيلم السلام عليك يا سيدي رسول الله عن طريق التعليق الصوتي لفضيلة العلامة الأستاذ الشيخ وشيخي علي جمعة، ثم الفيلم الثاني وهو كمالة الثلاثية المحمدية المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والله أنا يعني مستوى شخصي باجي هنا الواحد جلسات مثل هذه الجلسات، هذه اللقاءات، هذه الندوات أو المعارض هي أحياء للنفس، هي فيها تجديد للطاقة الإيجابية الإيمانية في حب الرسول صلى الله عليه وسلم. وسط أجواء الحب ومشاعر الفرحة تضمنت الاحتفالية معرض لوحات الأثر النبوي الذي يهدف إلى التعريف بالسيرة النبوية الشريفة في مختلف الجوانب الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.